دي زمان انا سمعها العروسه عيدها بيك بالخمسين والافراح والعيد الثاني بيجي بين عيدين عيد العطاس وعيد ايه ثاني عيد عرس خان الجليل بيجي بعيد عرس خان الجليل فالعيدين افراح وهي بقى بنت ملك ففعلا دلوعه وعروسه عظيمه عيدها بتاع الخمسين ده بيجي بعد قيامة مخلصنا الصالح طبعا أكبر عيد وأكبر حدث في العالم وغير وجه العالم من الوثنية إلى المسيحية وكانت كراسة الرسل دايما تبدأ بالقيامة لما اختاروا متياس قال نختار واحد ليكرز معنا بقيامته كان القيامة هي حجر الزاوية لأن الصليب بدون القيامة مش هينفع ومسيحية بدون القيامة برضه ما كانتش هتقوم خالص فالقيامة هي التي عطت للمسيحية قوتها المسيح لما قام حل مشاكل كتير حل مشكلة الخوف حل مشكلة الحزن حل مشكلة الشك حل مشكلة اليأس حل مشكلة الموت كلها دي مشاكل تراكمت على رأس الآباء الرسل وعلى الكنيسة طبعا فجاء المسيح حل المشاكل دي كلها بقيامته وظهوره للتلاميذ التلاميذ كانوا حزانة لمفارقة معلمهم وكانوا خايفين من اليهود عشان ابتدوا بالمسيح يكملوا عليهم يقتلوهم كلهم عشان كده كانوا مجتمعين كلهم في حتة أوضة صغيرة كده اسمها العلاية فوق كده في بيت كده فوق بيت مريم ومرقس ومألف مقفلين بقى البيبان والشبابيك وكله مفيش منفس بسبب الخوف من اليهود وبسبب الحزن المفرط لفراق محل معلمهم فظهور المسيح وعطاهم الكلمة الحلوة اللي كان بيكررها سلام لكم دي أزالت عنهم الخوف وأزالت عنهم الحزن والكتاب بيقول ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب أول ما شافوه انقلب حزنهم إلى فرح وانقلب خوفهم إلى شجاعة وبقوا أقوياء معلمنا جه أبونا جه وسندنا وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر فدي عطتهم دفعة جبارة
يخرجوا ويفتنوا المسكون. قال عنهم هؤلاء الذين فتنوا المسكون، لأنهم غيروا وجهها. كانت ساعتها المسكونة كلها وثنية، وحتى اليهود تعبدهم لله تعبد شكلي. جم بقى الرسل بقوتهم دي حولوا ده كله إلى روحانية وإلى المسيحية بعمقها ونصاعتها وجمالها وروحانيتها، وبقى أغلب العالم مسيحي. كمان مشكلة الشك في قيامته، والشك في رسالتهم. هنطلع نقول ايه؟ فجاء المسيح لما لقى توما بشك، لما ظهرت المسيح للتلاميذ ما كانش توما معاهم، فلما جاء قالوا شفنا المسيح ظهر لنا هنا، وقال لنا هو تحصنا بالشك وقال لهم إن لم أبصر أثر المسامير وأرى أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أرى. هو كان ليه عذر، توم ليه عذر، لأنه هيطلع يبشر زيه زي بالإخواته، فهيقول للناس أنا سمعت إن المسيح قام بس ما شفتوش، هتبقى رسالته ضعيفة. لكن لما يقول لهم أنا شفته بعيني، العيان أوكد من الخبر زي ما بيقولوا كده، هتبقى رسالته قوية. عشان يبقى متساوي مع إخواته في الرسالة، حب يشوفه بنفسه علشان بشرطه تبقى قوية. المسيح له المجد برضه نظر إلى ضعفه في اليوم الثامن اللي هو أحد توما، الحد اللي جاي بقى اللي بعده. ظهر للتلاميذ كل مرة قال لهم الكلمة الجميلة اللي بيقولها سلام لكم، وبعدين تعالى يا توما هات إصبعك وحطه في أسر المسامير، وهات إيدك وحطها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. يوحنا توما خر على طول وسجد وقال له رب وإلهي، وآمن بألوهيته وآمن بقيامته، هو أصبح زيه زي التلاميذ، وخرج وراح الهند أبعد بلد وكون فيها مسيحية لغاية دلوقتي قوية جدا المسيحية في الهند، مسيحية قوية جدا لغاية دلوقتي غير البلاد التانية اللي زارها وبشر فيها. لما المسيح أزال شك توما، أزال كل شك في كل زمان وفي كل مكان. خلاص بقى محدش يقدر يقول المسيح ما قامش، محدش يقدر يقول المسيح مش إله. ده توما قال له ربي وإلهي، وشاف المسامير بنفسه أثرها واقتنع. الشك الذي أزال كل شك، شك توما هو الشك الذي أزال كل شك. بعد كده وأصبح الكل يؤمن بقى بقيامة المسيح، ونعمل له أكبر عيد يستمر 55 يوم
نحتفل به 55 يوم أو 50 يوم علشان نظهر قيمته العالية. كمان المسيح بقيامته أزال مشكلة اليأس. كان التلاميذ في العلية نفسيتهم في الأرض، خلاص كان كل واحد فيهم بقى ليه آمال كبيرة يبقى حاجة مدام المسيح معاهم. المسيح خلاص اليهود أخدوه صلبوه، فكل تأملاتهم تبخرت سواء الروحية أو العالمية. اللي كان عاوز يبقى فيهم يقول لك خليها واحد على شمالك واحد على يمينك في مجدك، واللي عاوز يبقى رئيس وزراء واللي عاوز يبقى وزير معرفش ايه، واللي عاوز يبشر ايه يعمل ايه، كل ده راح. يعني بقى عندهم يأس مطبق، وعندهم كمان إحباط شديد جدا، لأن خلاص مستقبلهم ضاع. سابوا الصنعة بتاعتهم اللي هي صيد السمك، والمسيح عطاهم أمل إن هيبقوا مباشرين كبار، كل واحد فيهم هيبقى بطرك مسكوني. الرسوم دول اسم بطرك مسكوني، مش بطرك مكاني. بطرك مسكوني هو يرسم بطرك ويرسم سقفه، حاجة ضخمة أوي يعني. فكل ده طبعا تبخر. جاء المسيح بقى جدد فيهم هذا الأمل، خلاص اذهبوا إلى العالم كله واكرزوا للخليقة كلها، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا للخليقة كلها. وبطرس اللي كان أنكره رجع، ارجع غنمي، ارجع خرافي، ارجع غنمي، ارجع للرسولية. فرجع لهم الأمل إنهم هيبقوا بطاركة، رجع لهم الأمل إنه هيبشروا، هيبقوا حاجة كبيرة في الكنيسة، إن هم نواة الكنيسة، هم اللي هيكونوا الكنيسة. وفعلا يوم 50 بطرس وعظ وعظة صغيرة جاب 3000، كانت هي نواة الكنيسة الأولى. فمشكلة الياس انتهت وتبدلت بقى بالفرح وبالأمل وانتعاش، انه خلاص احنا رجعنا الى وضعنا الأصلي، والمسيح وعدنا انه سيكون معنا الى انقضاء الدهر. هو سندنا أينما ذهبنا، مادام هو سندنا وكمان أعطانا الروح القدس عشان نبقى كل واحد فينا رسول ناري، خادم ناري، ونتكلم بلغات كثيرة. أي بلد روح هنعرف نتكلم بلغة أهلها، إمكانيات جبارة أوي عطاها لنا ربنا. وفعلا انتشروا في العالم أجمع وغيروا وجه المسكون من الوثنية بكل الموبقات اللي كانت فيها إلى المسيحية بكل الروحانية والعظمة اللي فيها. فمشكلة اليأس دي انتهت وتبدلت بالأمل والشجاعة والقوة. ده قيامة المسيح. في كمان مشكلة تاني كانت عند اليهود وعند التلاميذ،
مشكلة الموت. الموت كان شيء مرعب، سواء لليهود أو غير اليهود، النهاية المفزعة، لأني بيعتبر الموت خلاص هو النهاية، ما فيش بعد كده حاجة. فالواحد لما تيجي نهايته تبقى صعبة أوي. جه المسيح بقى، بقيامة المسيح أثبت إن في حياة أخرى، ولما هو قام كثير من الراقدين ودخل المدينة المقدسة وظهر الكثيرين. قبل كده أقام لعازر، أقام ابن الأرملة، أقام ابنة يايروس. يبقى في قيامة، يبقى في حياة أخرى، يبقى الروح دي مبتضمحلش، يبقى الإنسان فيه روح خالدة. فبقى الموت ما هوش مخيف زي ما المسيح قام. كلنا هنقوم في النهاية، في عند المجيء التاني. عند المجيء التاني هيحصل 4 حاجات. المجيء التاني، قيامة الأموات، الدينونة العامة، بداية الحياة الأبدية. الأربعة دول ما حصلوش، هيحصلوا لما المسيح يجي. فما دام في أمل بكده إن في حياة أخرى، في قيامة أخرى، ما فيش موت، يعني ما فيش اضمحلال، ما فيش نهاية، ما فيش يعني الموت ده معناه الفناء، ما فيش فناء، روحنا خالدة لأنها نفخة من الله. فتبدل بقى الخوف من الموت إلى شجاعة. الموت معلمنا بولس يقول إن عشنا فللرب نعيش، وإن مسنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحب. إحنا ولاد ربنا، سواء عشنا أو متنا إحنا معاه، سواء هنا إحنا معاه، سواء في الأبدية إحنا معاه. وبعدين المسيح قام وقال كلمة قوية، قال أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوي؟ انتصر على الموت، وانتصر على الخطية التي هي شوكة الموت، وانتصر لحسابنا، عشان احنا نقدر نقول كده بشجاعة، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوي؟ وبين إن في فردوس، لما قال للص اليوم تكون معي في الفردوس، الله ده في فردوس في السماء، ده في حياة أخرى، وفي ملكوت معد لنا منذ تأسيس العالم. كل ده ما كانوش يعرفوه اليهود. اليهود كانوا كل بركات ربنا ليهم أرضية، جاموستك هتخلف 2، وبقرتك هتخلف 3، وزرعتك هتجيب بالضعف، وحاجات أرضية كلها كانوش يعرف حاجة عن السماء. المسيح هو اللي ورانا السماء، هو اللي ورانا الفردوس، هو اللي قال لنا على ملكوت السماوات، هو اللي قال لنا إن في حياة أبدية بعد كده، في قيامة، في جسد ممجد، في جسد نوراني، في حياة أبدية سعيدة للأبرار. فمبقاش الموت مرعب كنهاية مؤسفة مهلكة، ده مجرد نقلة، نقلة زي ما انت ماشي بعربية كده تنقل من التالت للرابع بس في سيرتك. الإنسان في نقلات في حياته، شوية بطمن
كام شهر وشوية عايش في الدنيا وشوية في الفردوس وشوية في الملكوت. نقلات في حياة الإنسان ده كله علمهالنا المسيح علشان يهون علينا مشكلة الموت، يهون علينا الجهاد لما نعرف إن في حياة حلوة هناك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله الذين يحبونه. تهون علينا الجهاد وتهون علينا المتاعب اللي ممكن تقابلنا في هذه الحياة، لا، ما دام ناحيتها سما التعب يبقى زي أكل السكر. مهما يكون في تعب احنا قابلينه من أجل المسيح ومن أجل الحياة الأبدية التي هنسكنها، لأن الباب ضيق والطريق قرب لكن النهاية أبدية سعيدة، الماء عميق لكن ما أوحب، الجهاد شديد لكن نهايته حلو. المهم العبرة بالنهاية، العبرة بالنهاية. الطالب يذاكر طول السنة سهران الليالي، أول ما ينجح ينسى كل التعب بتاعه. احنا كده برضه في الأبدية ننسى كل التعب اللي تعبناه هنا لما نبقى في الفردوس مع المسيح. فالمسيح بقيامته حل مشاكل كتير، مشكلة الحزن، مشكلة الخوف، مشكلة الشك، مشكلة اليأس، ومشكلة الموت أيضا. وبقت الحياة بالنسبة لنا سهلة، يعني سواء عايشين هنا أو عايشين هناك، ما دام مع المسيح خلاص. دي كلها عطتها لنا قيامة المسيح من بين الأموات. عشان كده التحية في بلاد التحية بتاعتها طول السنة يقول له خريستوس أنستي، طول السنة بدل ما يقول له صباح الخير يقول له خريستوس أنستي، بدل ما يقول له مساء الخير خريستوس أنستي. مش بس في الخمسين، السنة كلها خريستوس أنستي. ده هي، أو حتى لما يكون في واحد بيموت أو ميت، يعني واحد عنده موتة يجي عزيه يقول له خريستوس أنستي، يعني المسيح قام، يعني الميت بتاعك ده هيقوم، فما تحزنش. وهكذا مطالبين بالفرح الروحي دايما، افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، افرحوا في الرجاء، ثابتين في الضيق الى اخر الايه. فالخمسين دي فترة فرح نفرح فيها فعلا، يعني نفرح نبقى سعداء. واحنا هنا طبعا ناس عايشين في البرية في الحياة التي بلا هم، فالفرح بتاعنا المفروض يكون فرحا مضاعفا عن الناس اللي في العالم اللي كل يوم عندهم ضيقات وعندهم متاعب، إن كانت في الأسرة ولا كانت في الشغل ولا كانت في المواصلات ولا في أي حاجة. ربنا أنقذنا من ده كله، عشان كده يجب أن نفرح دائما بخريستوس أنستي. كل سنة طيبين وبركة دمانا.